السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضلي أهلا بيك. أستاذ ملهم معايا. أهلا وسهلا أمة الله. أهلا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. حضرتك دلوقتي أنا كنت عايزة أتكلم عن ابني. اتفضل. هو كان ماشي كويس والله لغاية ثالثة إعدادي، وأول ما دخل أولى ثانوي بدأ يتغير وسلوكه بدأ يتغير، ويعني كان بيصلي وكان بيصل الرحم وكان حنين جدا. فجأة يا فندم لقيته اتغير. انا عارفة ان هي من صحبة السوق، بس انا بصراحة مش عارفة اعمل ايه، ودلوقتي بعيد عن الصلاة خالص. ايوه. فهو دلوقتي قاعد وبيتفرج على حضرتك، يا ريت حضرتك توجه له رسالة. هو اسمه ايه؟ اسمه عمر. عمر. ازيك يا عمر؟ هل ممكن نكلمه؟ طيب يا ريت لو نقدر نكلمه كده. حاضر يا فندم. طيب اهلا يا عمر. دي مشكلة عامة عند ناس كتيرة. طبعا عند ناس كتيرة. تعالى يا عمر، مش عايزك تبقى مكسوف، احنا اخواتك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. منور يا عمر. خالص. على فكرة صوتك جميل، وتحس صوتك كده داخل القلب. ربنا والله صحيح بجد، يعني ربنا يكرمك. والدكتور شريف عايز يتكلم معاك. حاضر. ماشي. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. ازيك؟ اخبار المذاكرة ايه؟ الحمد لله تمام والله. بتذاكر ولا نص ونص؟ يعني طيب بقول لك سؤال ظريف جدا. انت بتحب صحابك قوي؟ طبعا. طيب وبتحب نفسك قوي؟ طبعا. طبيعي صح؟ طيب بتحب تبقى ناجح ولا عندك رأي تاني؟ لا ابقى ناجح طبعا. طب حلو جدا، اتفقنا على ده. لو احنا انت بتحب نفسك ده كويس، وبتحب ان انت تنجح وده كويس جدا، وبتحب اصحابك. لو في دايرة من التلاتة دولت اللي احنا قلناهم مش هيوصلوا للنجاح اللي انت نفسك فيه، تكمل فيها ولا تبعد عنها شوية؟ لا ابعد عنها شويه. حلو جدا. طيب لو احنا جينا بنقول والله يا عمر مثلا صحابك ممكن يكونوا سبب انه ان انت ممكن تتعطل في حياتك. وكلمه النجاح هنا انا مش بقصد بس النجاح في الثانويه والامتحان، لا بتكلم عن النجاح في الحياه تمام عموما، يعني حتى مع ربنا سبحانه وتعالى. لو احنا حسينا انه صحابك بيعطلوك عن كده، تفكر فيهم تاني ولا تغيرهم، ولا تقول لا انا هكمل دول صحابي وخلاص؟ انت ايه رايك؟ بس عايزك تقول راي انت مقتنع بيه. لا طبعا، يعني ايه احاول ان انا اعدل منهم، اغير منهم مثلا، يعني انصحهم يعني وكده. طيب هتعمل ده يعني وعد ولا هنعتبره كلام تلفزيوني؟ لا باذن الله وعد. خلاص احنا اتفقنا. اتفقنا. وعايزك يا عمر تتواصل معانا، وخد رقم تليفوني وتواصل، ونبقى اصحاب مع بعض، من اجل ان احنا كلنا ايه. انت على فكره يا عمر هتبقى حد جميل جدا، انت هتبقى حد جميل جدا على فكره. وعايزك تتواصل معايا، ومفيش مانع عندي ان انت واصحابك نستضيفهم على الهواء، انت واصحابك اللي انت بتحبهم. وانا بقول دي فرصه لاي حد، اي حد هيعمل حاجه حلوه، اي حد عاوز يبدا على الطريق البرنامج ده بتاعه مباشره، ده برنامج الناس. فانا اوعدنا يا عمر على الهواء، بس انت خد بالك انت بتوعد ربنا دلوقتي، مش ملهم وشريف ولا مامتك دلوقتي، خد بالك ده كده اتسجلت عليك. تمام. انت زي ما بتحب اصحابك حب مامتك، زي ما بتحب اصحابك حب الصلاه، زي ما بتحب اصحابك حب ربنا، زي ما بتحب اصحابك حب المذاكره. باذن الله. وعد باذن الله. ماشي يا عمر، ربنا يبارك في عمرك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا.